القرعة حقيقة. الأرجنتين هذه محاولة ملعوبة في مكان ما فيها شيء، ولكن كرة بتعدي بتوصل إلى وليد عبد الله حارس مرمى. مقطوعة، هجمة للمنتخب الأرجنتيني، الظاهرة ميسي بيحاول، عدى واحد، عدى اثنين، عدى ثلاثة، ولكن محاولة ناحية اليمين في التي لا يزال يبحث عن استقرار فني للمنتخب الأرجنتيني، أيضا في نفس المكان وفهد المولد، وبالتالي يخشى الكثير من المحبين والمراقبين والمتابعين على المنتخب. ميسي بيحاول يمر، بيمرر كرة، ميسي على طول، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، كرة قريبة وهوبا تلعب، ولكن في نفس المكان اللي واقف وليد عبد الله. هذا هو ميسي الذي يبحث عن لقب رابع، وإذا ما حصل على لقب الكرة الذهبية الأوروبية فعندها رقم جديد أيضا يتحطم على قدم. تلعب لكن أيضا تنقطع من أمامه 15 دقيقة. عودي في واحدة من أفضل وأمتع المباريات هنا في منطقة الشرق الأوسط. كرة على الأرض، يوليو ميسي بيحاول بيغير رأيه فيها، واحد اثنين توصل إلى بداية زمن الشوط الأول من اللقاء. ليونيل ميسي، شوف لما يمسك الكرة، شوف هو ميسي وأجويرو من الناحية اليسرى، تتاح الفرصة لإدواردو سالفيو للتقدم ومحاولة تسجيل. هنا ليونيل ميسي بيحاول يمر كرة، لم كرة ميسي، بيحاول ميسي. الله يكون في عونك يا كاريري، سوها واعملها على اي لاعب، واحد قيمته 150 مليون يورو. كرة بتلعب وليد عبد الله على طول في المنطقة الخلفية، على طول يلعب كرة ناحية اليمين، محاولة موجودة وانطلاقة على طول في مكان. وليد عبد الله طالع من مرمى بيشيل كرة من امام باتجاه ليونيل ميسي، كرة ناحية اليمين، ثلاث نقلات ارجنتيني، ثلاث نقلات ارجنتيني، على اعتبار أن الأرجنتينيين لا ينطقون لا من اليسرى إلى اليمنى ومن اليمنى لليسرى في محاولة حقيقة لإيجاد مساحة في منطقة وسط الملعب، والتكتل والكثافة العددية الموجودة من قبل لاعب المنتخب السعودي. هنا المحاولة وكرة بيقطعها سلمان الفرج، لكن تروح من أمامه، توصل إلى ليونيل ميسي، ميسي بيحط كرة على الأرض إلى دي ماريا، عليه روي كوستا واختار ليمثل بنفيكا البرتغالي في عام 2007 الجناح الملكي المدريدي أنخيل دي ماريا. كرة ملعوبة ولكن على ما يبدو هناك، بالتالي هذا ما زاد المعدل التهديفي لميسي اللي تمكن من تسجيل 7 أهداف. محاولة ملعوبة، كرة يسار ولكن بتعدي، الحقها ولا لا؟ لا، عدت، تتخلص، مقطوعة. ميسي على الأرض إلى روخو، محاولة موجودة للأرجنتين والعرضية أيضا والرأسية، ولكن يعني الحلول اللي عملها ليونيل ميسي، وهجمة مرتدة سريعة توصل في منطقة الوسط، ملعوبة ناحية اليمين، هوبا هوبا هوبا، كرة بتعدي بعد ما العمل الونتو، بعد ما عمل فيها ليونيل ميسي، واحد اثنين، بعد ما عمل العرضية، ولكن الحذر، الرقابة، الحرص، التغطية كانت حاضرة في المنطقة الخلفية. شوف ميسي لما تلاعب، لما مرر، حاول فيها اللي هو سالفيو ميسي او أنخيل دي ماريا او أجويرو بصناعة اللعب من الناحية اليسرى واليمنى، يتقدم إدواردو ساينو 40 دقيقة من عمر الشوط الأول، ونتيجة إيجابية للأخضر السعودي أمام الأرجنتين حتى هذه اللحظة. محاولة من ميسي، فريق الأحلام إلى برشلونة لمزاملة ميسي اللي بيستلم كرة وبيحاول، و45 دقيقة قدم. أعود للتاريخ مشاهدين الكرام وأتذكر اللقاءات الثلاث الماضية، أتذكر العام 88 في الكأس الذهبية بأستراليا، مساء جميل بجمال كرة
ثمانية فرنانديز أغوستو كتغييرين في بداية، هذه محاولة ملعوبة ولكن أيضا كرة بتعدي من أمام ليونيل ميسي بعد بلم كرة حلوة قريبة من منطقة 18 يارد. الرقابة كانت حاضرة، الرقابة كانت قريبة، شوف الإعادة، خدها على صدره وحاول ولكن بالفعل دخول كان موفق حقيقي. حارس العماني علي الحبسي في نادي ويغان الإنجليزي، ميسي بلم بصاص والآخر أيضا نزل لسعود كريري. الشوط الثاني حرة للتانجو، ميسي هوبا ولكن كرة بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة المنتخب السعودي. عندما سوي 3-2 في اللقاء الأخير على تشيلي 2-1 بينما لم يتعرض إلا لخسارة واحدة. ميسي، دي ماريا، كرة منقولة في مكان وبتعدد في هذه المباراة الكبيرة أمام الأرجنتين بتكتيك قد يكون مختلف عما ظهر عليه المنتخب السعودي في مباريات أخرى ماضية بأداء رائع قد يمثل سيرجيو أغويرو. بلمها أغويرو لاعب المان سيتي بمرر وكرة بتعدي رغم التوهج الكبير إلا أنه لم يحقق الطموحات الهولندية التي خامس لقاء ودي للأخضر السعودي. ميسي بلم، ميسي يتقدم، ميسي يمرر، وراحت الثانية وكاد المولد أن يدخل التاريخ وبمرر كرة على طول من أغويرو إلى ليونيل ميسي. أنكو دي سانتوس 71 دقيقة والمحاولة موجودة واللحظة الأخيرة كرة ينقض عليها على طول وليد عبد الله وبيشيلها من أمام الظاهرة ليونيل ميسي. قال ميسي ذات يوم أن أقارن بالأسطورة مارادونا، هذا الشيء يدعو للا. هذه المحاولة خلونا نكملها، زبلتة بحاول، كرة بتعدي توصل والتسديدة ولكن على ما يبدو هناك صافرة من حكم المباراة البحريني علي السماهيدي. لما سئل في المؤتمر الصحفي ليونيل ميسي وبين كريستيانو رونالدو والفارق بين الاثنين 869 يوم فكرويا على خلافة ولاية العهد في كرة القدم لن تنتهي بين الظاهرة صقور الخليج بين شرق الأوسط، لكن هو قد يكون اللقاء السادس على مستوى القارة الآسيوية إذا ما أضفنا لمعادة البطولة للمكسيك في عام 1986. كرة على الأرض، محاولة موجودة، هوب، الله يا وليد عبد الله، الله يا وليد يا عبد الله، الخروج والقراءة الفكرية المسبقة لحارس المرمى وليد عبد الله، قراءته سبقت قراءة ليونيل ميسي. شوف البينية، شوف الانفراد، وشوف الخروج الموفق حقيقة، وبالتالي التغطية أيضا، إغلاق الزاوية أمام ليونيل ميسي وبالتالي إنقاذ المرمى السعودي من هدف محقق أمام أفضل لاعب كرة قدم في العالم. 80 دقيقة كانت بطولة حقيقة يعني كبيرة وشارك فيها لاعبين كبار لا زالت أسماءهم تعلق فيني، أتذكر الهداف ماريو كومبيز، كل هؤلاء تحت إمرة القدير سيزار مينوتي. ميسي حائر يفكر، حدث عن ليونيل ميسي، أنا أتحدث عن ماسكيرانو، أنا أتحدث عن دي ماريا، أنا أتحدث عن أغويرو، أنا أتحدث عن تيفيز، أنا أتحدث عن إيجوان، أنا أتحدث عن لاعبين كبار ومنتخب من عمر اللقاء. وميسي يستلم من الناحية اليمنى من دي ماريا، يلعب كرة إلى الأمام، 1-2 بحاول يعدي فيها، بتعدي من أمامه وهوبا في المرمى ولكن كرة بتعدي فوق العارضة
إلى خارج أرضية ملعب المباراة من زميل العماني علي الحبسي هو البني. الوقت الأصلي متبقية باقية، كرة على طول تخلص توصل ليونيل ميسي، تتفوت إلى الناحية اليسرى على ما يبدو أجويرو بحاول وما زالت موجودة وكرة بحاول فيها. الجماهير السعودية تعيد الثقة بالأخضر السعودي وهو يؤدي هذا الأداء الكبير أمام الأرجنتين في هذا اللقاء التاريخي. في الثواني القاتلة والحرجة انتهت الأربع دقائق وانتهيت يا نساء سادتي الدولي البحريني علي السماهيجي معلنا نهاية اللقاء في لقاء كبير حقيقة، في مباراة رائعة، في أداء وانضباط تكتيكي اسمحوا لي أن أقول أشاهد فيه المنتخب السعودي.